ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقامت الجماعة الإسلامية الأحمدية في قاعة جامع سيدنا محمود في حي الكبابير في حيفا احتفالها السنوي تحت شعار إحياء حب الله في قلوب العالمين. يخرج الحي من الميت ويخرج. الاحتفال السنوي للجماعة قد عقده مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا غلام أحمد، وهذا الاحتفال يعقد في كل جماعة في جميع أنحاء المعمورة. هناك 204 دول للجماعة موجودة فيها. الجماعة الإسلامية الأحمدية كانت جماعة قليلة، ولكن الآن بفضل الله تعالى انتشرت وكبرت، واليوم لنا فروع في جميع البلاد، وإن شاء الله أولادنا كمان اليوم في عنا طبقة تتعلم، أكاديميين من الأطباء والمحاميين والمهندسين. شارك في حفل الافتتاح المئات من أفراد الجماعة الأحمدية من داخل البلاد وخارجها، من الأردن والأراضي الفلسطينية ومصر وكندا وبريطانيا وتركيا وألمانيا، بالإضافة إلى ضيوف وشخصيات اجتماعية وتربوية. نحن بالأصل مسلمون سنيون عاديون، والإضافة التي أضيفت إلينا أننا قبلنا الشخص الموعود بمجيئه للمسلمين وللعالم كمصلح عالمي، وهو المسيح الموعود والمهدي. نتبع ما قاله الله وما قاله الرسول، ونؤمن بالمصلح الذي ظهر قبل 125 سنة في الهند. أول ظهور لهذه الجماعة كان في الهند، وذلك عام 1889 على يد ميرزا غلام أحمد الذي عاش حتى 1908، والذي قال أنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر. لا كتاب لهم سوى القرآن الكريم، ولا شفيع إلا محمد عليه الصلاة والسلام. الجماعة الإسلامية الأحمدية هي أكثر عدداً في باكستان والهند، وبعد ذلك هناك دول أفريقية يزداد عدد أفراد الجماعة فيها بكثرة، خاصة في غانا، في نيجيريا. وعندما زار الخليفة للجماعة غانا كان العدد الهائل، حتى هذه الفيديوهات موجودة، وفي دول أفريقية أخرى يعني عدد كبير جدا، ومن بين الدول العربية أكثر عددا الجزائر وهذه الجماعة التي نحن فيها الآن. أقامت الجماعة الإسلامية الأحمدية في الأراضي المقدسة هنا في الكبابير في حيفا هذا الاحتفال السنوي وسط العديد والكثير من الأحمديين من كل أنحاء العالم ومن هنا أيضا. إلى I24 News، هشام فريد.